سائل يقول: أولادنا المكلفون ماذا يفعلون في صلاة الجمعة في المدارس هنا بسبب عدم قدرتهم أحيانا على اللحاق بالجمعة في المدرسة؟ هل يجوز صلاتها في البيت مثلا؟ إن جاوب عن هذا ينبغي بذل الجهد واستفراغ الوسع بالحديث مع إدارة المدرسة وبتدخل آبائهم في الحديث إليها ليجدوا لأولادهم حلا ومخرجا لما لصلاة الجمعة من أهمية خاصة جدا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويكفي أن تعلم أن الجمعة إلى الجمعة كالصلوات الخمس، كرمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يكفي أن تدرك هذا التحذير رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. حديث أبي داود والترمذي والنسائي وهو في صحيح الجامع عن أبي الجعد الضمر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. يقول المناوي في معنى طبع الله على قلبه أي ختم عليه وغشاه ومنعه ألطافه وجعل فيه الجهل والجفاء والقسوة أو صير قلبه كقلب المنافق عياذا بالله من الخسلان. فلا بد من تنشئة أولادنا على تعظيم هذه الشعيرة والسعي معهم للبحث لهم عن مخرج ومن صور الحل أن يوفروا لهم جمعة، خاصة بهم إن عجزوا عن إلحاقهم مع الجمعة العامة وأقل عدد تصح به الجمعة ثلاثة في أظهر أقوال أهل العلم. والله تعالى أعلم.